بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الاستوديو التحليلي. والنهاردة إن شاء الله هيكون لقاء الأهلي والجونة. قبل ما نروح ماتش النهاردة تعالوا أقول لحضرتكم تشكيل النادي الأهلي وبعدين نتكلم في موضوع النهاردة. تشكيل النادي الأهلي مع حضراتكم: محمد الشناوي لحراس المرمى، ناحية اليمين أحمد رمضان، ناحية الشمال أحمد نبيل كوكا، الاثنين اللي في القلب قلبي الدفاع سعد سمير ورامي ربيعه، اثنين وسط دفاعي اكرم توفيق واليو ديانج، قدامهم وسط امامي ثلاثه هيبقى كهربا وحسين الشحات على الاطراف، وفي وسطهم ناصر ماهر، وقدام محمد شريف. نقوله مره ثانيه: الشناوي لحراسه المرمى، احمد رمضان ناحيه اليمين، احمد نبيل كوكا ناحيه الشمال، سعد سمير ورامي ربيعه اثنين قلبي دفاع، اثنين وسط دفاعي أكرم توفيق وأليو ديانج، ثلاثة وسط أمامي كهربا وحسين شحات على الأطراف، في وسطهم ناصر ماهر، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف بالتوفيق إن شاء الله.